طبعا جت ان انا يا ربنا جعلني بفضل من عنده الرياضي الوحيد في العالم اللي رجع للرياضه تاني او تصنيف العالم تاني بعد فشل في النخاع العظمي واخطر من سرطان بعد 7 سنين مرض. وجيت عايز انقل تجربتي للعالم كله. فكنت شايف ان احنا نعمل اكشن للناس ده اهم 100 مره تساعده. زي ما انت شايف النهارده كده ده بيخليهم ينسوا المرض او ينسوا المراحل الصعبه دي, بيجيلهم امل ان هم يبقوا عايزين يخفوا او يحسوا ان الحياه لسه فيها حاجات حلوه بعيد عن المرض بعيد عن الالم بعيد عن الكيماوي. طفل اليتيم محتاج يخرج, محتاج يوم زي كده, محتاج يضحك, محتاج يشوف قصص ناس ملهمه زي مريم النجدي, زي كل الناس الموجوده النهارده, زي عبدول, زي كل الناس الموجوده النهارده, زي دكتور فادي عبد الجواد, زي احمد عبد اللطيف, كل الناس الموجوده النهارده. كنت محتاج ايام مرض 7 سنين مرض, فمحتاج لحظات زي دي, محتاج لحظات انسى فيها الكيماوي, انسى فيها المستشفى, انسى فيها كل حاجه صعبه. عشان كده انا لما جيت اعمل الحمله دي اتعملت بناء على اللي انا حسيته. 7 سنين مرض, مشاكل في الجهاز الهضمي, في الكبد, في الكلى, غرغرينه في الايد, وزن 140 كيلو تقريبا, مستحيل ارجع للحياه اصلا مش للرياضه يعني. فرجعت التصنيف العالمي تاني, ودي اكيد ربنا جعلها معجزه, علشان ربنا جعلها معجزه عشان خاطر الناس تحس بده, عشان خاطر ابقى حاجه, اعمل حاجه للمجتمع كمان للناس تاني. مش في مصر بس الحمله, في 14 دوله في العالم. الامل هو اهم حاجه في العالم. الناس دي النهارده انت بتشوف النهارده ذو حاجه خاصه, بتشوف ايتام, بتشوف محاربات سرطان, كلهم مجتمعين على لعب وضحك وهزار. في كمان قصص ناس ليهم نجحت محتاجين يشوفوها عشان يجي لهم هم في حياتهم نور, هم محتاجين يشوفوا حد نجح, حد عدى, عشان هم كمان يتاكدوا ان الضلمه اللي موجوده في حياتهم النهارده هتبقى نور زي ما غيرهم وصل لحاجه زي كده. اهم حاجه انك تعمل اكشن للناس, ان الكلام لوحده مش كافي, انك تقول للناس كلام مش كافي, الناس محتاجه تحس بده. يعني انت النهارده شايف, النهارده بتصور شايف الاكشن عامل ازاي؟ هل انت حاسس ان حد مريض؟ مش حاسس. هل انت حاسس ان في حد يتيم؟ مش حاسس. هل انت حاسس ان في حد على الكل؟ مش حاسس. وهم اللي بيحسوا ان ده معمول مخصوص ليهم هم, ده اكبر رساله ممكن تحصل. انا مبسوطه جدا جدا بمشاركتي في ايفنت كبير زي ده النهارده. فكره ان احنا نيجي نشارك الناس دي الحاجه اللي تعباهم او اللي هم بيعانوا منها في حياتهم, نحاول ان احنا نساعدهم ان هم يتخطوا الوجع ده وان هم يتعاملوا مع حياتهم بشكل طبيعي, وان احنا نديهم بعض الامل. بصراحه انا لما جيت انا اللي خدت امل مش هم بصراحه. يعني فكره ان هم الناس عندها قوه ان هي تحارب بالمنظر ده وان هي تفايت من اجل حياتها, وان هم بالجمال والضحك اللي انا شايفاه ده, دي حاجه ادتني انا امل مش ادتهم هم الامل. يعني بالنسبه للرياضه المصريه, انا شايفه ان احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت عاملين انجازات كبيره جدا جدا, بالذات في مجال الالعاب الفرديه. يمكن الفتره اللي جايه باذن الله بنشتغل بشكل اكبر على اللعيبه اللي عندها اولمبياد باريس 24, بحيث ان احنا الانجاز اللي اتعمل في اولمبياد طوكيو 6 ميداليات وان شاء الله 12 ميداليه في اللي جايه. فربنا يكرم يا رب كل الرياضيين المصريين. We'll be right back.